لا بكره بكره. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله اينما كنتم، ومع ليله جديده، ليله ممتعه كالعاده مع شباب مكه تجمعنا. شباب المبدعين والمتالقين دائما ومميزين. ما شاء الله تبارك الله، انا اكلمكم عن نفسي كمشاهد مستمتع صراحه مما يقدمونه الشباب من عطاء وبذل وتميز، وعودونا دائما على ذلك. ونبارك الجميع طبعا، ما شاء الله تبارك الله، ممكن وصلكم الخبر بأن برنامج مكة تجمعنا وقناة بداية تحديدا من الأوائل في المشاهدة على العالم العربي، وصلكم الخبر هذا؟ هذا شيء يعني نحمد الله عليه أولا، ثم نشكر كل من يشاهدنا وأعطانا الثقة، ولولا الله ثم هالجمهور ثم بوجودكم نجوم متميزين ومتألقين لما وصلنا إلى المراتب العليا، يعني في من حيث المشاهدة على العالم العربي. يعني أنت تتكلم عن قنوات ضخمة وكبيرة يعني تنافس، ولكن بداية اللهم لك الحمد شهر رمضان بدأت تنافس الأعلى، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هاي طبعا إحصائية عبر رسيفرات أبسوس، إحصائية معتمدة تخرج كل بين فترة والأخرى الترتيبات الأول في القنوات، فأخرجت قناة بداية من ضمنها، فهنيئا لكم جميعا. فقرة الدائرة